السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا سنة أولى؟ النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الماسكولار تيشو. اتفقنا لما جينا نقسم التيشوز بتاع البودي كلها، اتفقنا إن البودي كله عبارة عن 4 تايبس أوف تيشوز: ابيسيليوم، كونكتيف تيشو، ماسكولار تيشو، أند نيرفس تيشو. النهاردة هنتكلم عن المسل. دي مسؤولة عن الكونتراكشن، الانقباض والانبساط. كل الماسكولار تيشو بيوريجينيت من الميزوديرم، ده اثناء فتره الامبريولوجي، ما عدا المايو ابيسيليال سيلز اللي بتطلع من الاكتوديرم. المايو ابيسيليال سيلز دي اللي جينا نتكلم عنها لما كنا بنتكلم على انواع الابيسيليوم، قلنا في نوع منه بيتحور ويبقى اسمه مايو ابيسيليوم، ده اللي بيكونتراكت وبيسكويز اي جلاند عشان تصب الافراز بتاعها. نرجع تاني لموضوعنا ان المصل تيشو كله الاوريجين بتاعه ميزو ديرم. كل المصلز بتبقى مكونة من وحدة بنائية المفروض تكون اسمها مصل سيل، لكن النهاردة احنا بنسميها مصل فايبر اللي هي الليفة العضلية، يفضل نقول عليها الليفة العضلية بدل ما نقول الخلية العضلية. انواع المسلز، احنا عندنا الجسم كله فيه ثلاث انواع من المسلز. عندنا فيه سموث مسل، وفي نوعين بيندرجوا تحت الاسترياتد مسلز او العضلات المخططه اللي بنسميهم السكيليتال والكاردياك مسل. يبقى عندنا فيه عضلات ملساء سموث مسلز، وعندنا فيه عضلات مخططه اللي هي السكيليتال والكاردياك مسل. ادي الاماكن اللي بتكون موجوده فيها كل نوع من المسلز. نبتدي الاول بالسكيليتال. السكيليتال ماسلز من اسمها كده هيبقى مكانها فين، دي بتبقى اللي اتاتشد للسكيليتون ما عدا التانج، وزي مكتوب عندكم في الكتاب في اماكن تانية بيبقى موجود فيها سكيليتال ماسل غير السكيليتون، زي الفيس والفارينكس والابر وان ثيرد اوف اسوفاجس والديافرام والكريماستريك ماسلز. كل الاماكن دي بيبقى موجود فيها سكيليتال ماسلز، عضلات هيكليه بس مش اتاتشد للسكيليتون. الكونتراكشن بتاع السكيليتال ماسلز بتبقى فولانتري، فولانتري يعني اراديه، على عكس السموث ماسل او العضلات الملساء دي بتبقى لا اراديه او انفولانتري. وبرده الكاردياك ماسل بتبقى انفولانتري يعني لا اراديه. الوحيده اللي عندنا فولانتري ماسل هي السكيليتال ماسل. سترياتد مخططه، وهنشوف يعني ايه مخططه دلوقتي، اللي هي بتورينا alternating dark and light bands، يعني في اماكن سودة بالتناوب مع اماكن لونها افتح، ده اللي بنسميه الاسترياشن او التخطيط، عشان كده بنسميها استرياتد ماسل. الماسل كلها مش بس عبارة عن الياف عضلية، لكن بيبقى فيه كومبوننت عندي اسمه كونكتيف تيشو كومبوننت. احنا اتفقنا ان وظيفة الكونكتيف تيشو ان بيربط لي التيشوز ببعضها، كونكتيف تيشو، كونكت يعني يربط. الكونكتيف تيشو ده هو اللي بيربط لي الالياف العضليه دي بصوره ما عشان تديني في النهايه العضله كلها، كتله العضله كلها. يعني مثلا لو هنقول عندي دي العضله كلها، مثلا التراي او الباي او اي عضله في جسمنا، بيبقى فيه غلاف من الكونكتيف تيشو بيحوط لي العضله كلها كده من الخارج، ده بسميه ايبيميزيوم. كلمه ميزيوم بتساوي مصل، ميزيوم دي كلمه لاتينيه بتساوي مصل، فبنسمي الغلاف الخارجي اللي بيغطي لي او بيحوط لي العضله كلها ايبيميزيوم. ايبي يعني فوق. جوه هلاقي ان الالياف العضليه بتبقى ماشيه جنب بعضها علشان تديني مصل بندل. ادي الليفه العضليه الواحده، واحده جنب الثانيه جنب الثالثه جنب الرابعه، هيعملوا لي مصل بندل، حزمه عضليه. الحزمه العضليه دي اللي بيفصلها لي عن الحزمه اللي جنبها، عن الحزمه الثانيه والثالثه والرابعه، في كونكتيف تيشو اسمه بيريميزيوم. بيري يعني حوالين، حوالين ايه؟ حوالين الحزمه العضليه الواحده، بيريميزيوم. بيريميزيوم نيجي جوه بقى ما بين كل مصل فايبر ليف عضليه والثانيه، بيبقى في كونكتيف تيشو اسمه اندوميزيوم. يبقى من الصغير للكبير
اندوميزيوم وبعدين بيريميزيوم وبعدين اللي بيحوط لي العضله كلها اسمه ايبيميزيوم. طب ايه اهميه الكونكتيف تيشو اللي موجود ده؟ زي ما قلنا ده اللي بيربط لي الدنيا كلها ببعضها عشان اقدر اقول ان دي عضله ودي الثانيه ودي الثالثه. الايبيميزيوم ده بيفصلها لي عن الدنيا كلها. الاندوميزيوم ده اللي ما بين كل مسل فايبر والثانيه، ده اللي بيمشي فيه البلاد فيسلز والنيرفز اللي بتغذي لي ايه العضله. الابيميزيوم ده اللي بيغطي انتايرز المصل، مصل كلها. البيريميزيوم ده اللي حوالين الباندلز او الحزم. الاندوميزيوم ده اللي حوالين المصل فايبر الواحد. دي صورة تانية اهي، نفس الكلام ابيميزيوم وبعدين بيريميزيوم وبعدين اللي جوه خالص الصغير ده اسمه اندوميزيوم. لما نيجي نتكلم بقى عن LM او لايت ميكروسكوب ستراكشر بتاع السكيليتال ماسل، بنقول ايه؟ بنقول ان السكيليتال ماسل دي لما ناخد فيها الاس سيكشن قطاع بالطول كده، هي عباره عن بارلل سيلندريكال ستراكشرز، يعني عباره عن اسطوانات او اشكال اسطوانيه متوازيه، بتبقى سترييتد زي ما انتم شايفين كده مخططه، الترنيتنج دارك اند لايت ارياز، دارك اند لايت باندز، دارك اند لايت باندز. النواة بتاعتها بتبقى بيريفيرال يعني طرفية على طول تحت، لازقالي تحت السيل ميمبرين. بالمناسبة زي ما غيرنا الطريقة اللي بنتكلم بيها عن الوحدة البنائية لأي نسيج وهي الخلية، والنهاردة قلنا انها هنسميها ليفة عضلية بدل خلية عضلية، في شوية مسميات برضو هنغيرها. يعني لما نيجي نتكلم عن السيل ميمبرين بتاع المصل هنبدل ما نسميه ساركو، بدل ما نسميه بلازما لما هنسميه ساركو لما. ساركو لما يبقى لما بدل ما اقول سيل ممبرين او بلازما لما اقول عليه ساركو لما. نفس الكلام السيتوبلازم بدل ما اقول عليه سيتوبلازم هسميه ساركو بلازم. يبقى تاني حاجه او تالت حاجه النهارده اسمها هيتغير. رابع حاجه السموز اندوبلازميك ريتيكولم العاديه اللي كانت في اي خليه النهارده هنسميه ساركو بلازميك ريتيكولم. يبقى لما تيجي تذاكر المصل في اربع حاجات لازم تاخد بالك منهم. اول حاجه ما تقولش عليها مصل سيل اسمها مصل فايبر، ما تقولش عليه بلازما لما اسمه ساركو لما، ما تقولش سيتوبلازم اسمه ساركو بلازم، ما تقولش سموز اندوبلازميك ريتيكولم اسمها ساركو بلازميك ريتيكولم. نرجع تاني للساركوبلازم، طبعا بيبقى اسيدوفيليك. ليه؟ هنعرف دلوقتي لما نيجي نتكلم على الالكترون مايكروسكوب او الالترا ستراكشر بتاع السكيليتال ماسل. كل اللي عايزاكم تعرفوه انه بيبقى اسيدوفيليك، العضلات بتبقى لونها احمر. تمام كده، يبقى اتكلمنا عن النواه بريفرال وفلات، بتبقى على طول تحت الساركو لما، وبتبقى مالتيبل يعني ممكن تلاقي الليفه العضليه الواحده فيها حوالي 100 او 150 نواه، 100 او 150 نواة. الساركوبلازم بيبقى اسيدوفيليك. ده طبعا لو اخدنا تي اس او قطاع عرضي هتلاقي كل شكل هندسي من اللي مرسومين دول ده بيمثل لي مصل فايبر، والنواة دايما نلاقيها طرفية بريفرال نيوكليوس، بريفرال نيوكليوس بالمنظر ده. ادي الليفة العضلية اهي وادي النيوكليوس اللي بتبقى بريفرال. بيقول لك دايما حوالين الساركو لما بيبقى فيه البيزمنت ممبرين اللي النهارده برضو هنسميه بيزل لامينا، بيزل لامينا. ده شكل الاسترويشنز اللي كنا شايفينها، بيبقى دايما فيه الترنيتنج دارك اند لايت باندز، هنشرحهم بالتفصيل دلوقتي. نرجع تاني، طول الليفة العضلية بتبقى حوالي ممكن توصل لاربعين سنتي يمكن اطول كمان، دايما بتبقى نوت برانشد، احنا قلنا انها بارلل يعني متوازية. لكن بيبقى في عندي سكيلت المصل بتاعة التانج والفيس دي الوحيدة السكيلت المصل البرانشد عندنا، خد بالك من دي عشان ممكن تيجي في الام سي كيو. يبقى كل السكيلت المصلز بتبقى نوت برانشد ما عدا المصلز بتاعة التانج والفيس دي بتبقى برانشد. مالتي نيوكلييتد زي ما اتفقنا الانويه بتبقى كتير جدا ممكن توصل ل 150 نواه في المصل فايبر الواحده، وبتبقى بريفرال وبتبقى اوفال. السيتوبلازم زي ما اتفقنا بنسميه ساركوبلازم وده بيبقى اسيدوفيليك. السكيليتال مصل فايبر بتورينا سترييشنز، بيبان فيها سترييشنز اللي هي الترنيتنج دارك
A band الحتة الغامقة بنسميها A، والحتة الفاتحة light bands بنسميها I bands. With the line زي ما هنقول دلوقتي. السركومير، عشان نعرف السركومير بنقول ده part of the myofibril between two successive Z lines. هنقول يعني ايه برضو، عايزين نعرف بس ان السركومير ده هو الفانكشنال يونت اوف ذا ماسل فايبر، يعني الوحده الوظيفيه للماسل فايبر. يعني ايه وحده وظيفيه؟ يعني المسؤول عن الكونتراكشن بتاع الماسل. هنشوف بقى بيتكون من ايه السركومير ده على الرسمه افضل. ادي شكل السركومير. السركومير ده الاول بيبقى فيه alternating dark and light bands زي ما اتفقنا. الدارك باند بسميها A band واللايت باند بسميها I band. طيب هتلاقي في منتصف الI band او الباند اللي لونها فاتح بيبقى فيه خط غامق، ده اللي بسميه Z line. فين بقى السركومير؟ السركومير بيقول لك هو distance، المسافة ما بين two successive Z lines زي ما انت شايف كده، ما بين two successive يعني اتنين متتاليين، تو زد لاينز متتاليين، المسافة اللي ما بينهم دي اللي بسميها الساركومير. باينة عندي في الشكل ده، دي الاي باند اللي بتبقى لونها غامق. عبارة عن ايه بقى الاي باند؟ كلنا اخدنا في الاحياء لما كنا في ثانوي عرفنا ان الساركومير ده او القطعة العضلية عبارة عن تداخل من تو بروتينز او تو فيلامنتس، بسميهم اكتين فيلامنت ومايوسين فيلامنت. وعرفنا كمان ان الكونتراكشن بيحصل نتيجة انزلاق الاكتين على المايوسين، فبتقصر لي يحصل فيه شورتنينج للقطعة العضلية دي، ومن هنا بيحصل او بيحدث الكونتراكشن. الاي باند هي القطعة العضلية المظلمة اللي بتبقى في النص دي، دي عبارة عن ايه زي ما انتم شايفين؟ ده عبارة عن مايوسين فيلامنت اللي بيبقى ثيك فيلامنت وحتة او جزء من الاكتين فيلامنت. لكن الاي باند اللي بتبقى لونها فاتح على الحروف دي، دي بس عبارة عن اكتين فيلامنت. برافو عليك. يبقى اللي في النص او الاي باند ده عبارة عن مايوسين اللي هو لونه غامق ده واجزاء من الاكتين، عشان كده بتبقى مظلمة او غامقة عشان فيها الاتنين مع بعض. امال الجزء او الباند الفاتحة دي اللي هي الاي باند دي بتبقى لونها فاتح ليه؟ لان ما فيهاش غير اكتين بس، وزي ما انتم عارفين برضو ان الاكتين ده بيبقى ثين فيلامنت، حاجة رفيعة جدا، لكن المايوسين بيبقى ثيك فيلامنت. في منتصف الاي باند اللي لونها فاتح بيبقى عندنا خط لونه غامق، ده اسمه الزد لاين. يبقى انا عندي المسافة ما بين تو سكسيسيف زد لاينز زي ما انتم شايفين كده، ده اللي بسميه الساركومير. يبقى تاني، الساركومير ده عبارة عن distance between two successive Z lines. فين الـ Z lines دول؟ دول بيبقوا dark lines في منتصف in the middle of I band. ايه الـ I band اصلا؟ الـ I band دي عبارة عن actin filament. في band تانية اسمها A band، دي الباند اللي بتبقى لونها غامق اللي في النص، دي عبارة عن مايوسين متداخل مع actin. اثناء الكونتراكشن ايه اللي بيحصل؟ الاكتين من الناحيتين بيحصل له سلايدنج، بينزلق كده بيدخل، فيحصل فيه قصر او شورتنينج للساركومير، فبالتالي بيحصل كونتراكشن. تمام كده، يبقى ده عرفنا ليه السكيليتال ماسل بتبان سترايتد او مخططه نتيجه وجود الالترنيتنج دارك اند لايت باندز، دارك اند لايت، دارك اند لايت، وهكذا. ده شكل الاستريشن باين خالص برضو اهو، ادي الدارك وبعدين الفاتح وبعدين الدارك وبعدين اللايت، الدارك واللايت وهكذا. في جزء كمان، ان لو اعتبرنا ان دي ال A band اللي هي عبارة عن اكتين وميوسين متداخلين مع بعض، لو بصينا في الجزء اللي في النص ده هنلاقيه افتح شوية من الطروف. ليه؟ لان الجزء اللي في النص ده عبارة عن ميوسين فقط، مش تداخل ما بين اكتين ومايوسين بقى، وبالتالي هتبقى افتح شويه لايتر عن الجزئين اللي في البريفري دول. الجزء اللي افتح شويه ده بنسميه الاتش زون، بنسميه الاتش زون. هي كمان الاتش زون دي بيبقى فيه في الميدل بتاعها خط لونه غامق اسمه الام لاين. الالترا ستراكشر بقى بتاع السكيليتال ماسل، كلمه الترا ستراكشر يعني كاني بقول لك اوصف لي الاي ام بتاع السكيليتال ماسل. طبعا بتبقى مليانه ميتوكوندريا،
عشان تديك الانرجي اللي تقدر بيها تعمل كونتراكشن وريلاكسيشن، بيبقى فيها ويل ديفلوب اس اي ار اللي احنا اتفقنا هيبقى اسمها ساركوبلازميك ريتيكولم، بيبقى فيها طبعا جولجي وجلايكوجين. كلنا عارفين ان اي جلوكوز انت بتاكله بزياده بيتخزن في صوره جلايكوجين، وعرفنا ان في مكانين اتنين بيتخزن فيهم الجلايكوجين ده اللي هما الكبد والعضلات، العضلات اللي هي الماسل، فبنلاقي فيه جلايكوجين جرانيولز كتيره جدا. مايوفايبرلز ومايوفيلامنتس، مايوفايبرلز اللي هي تصغير مايوفايبر او الخليه العضليه، بيبقى فيها فيبرلز صغيره، الفيبرل الواحد بيبقى مليان فيلامنتس، الفيلامنتس دي اللي اقصد بيها الاكتين والمايوسين، يبقى الفيلامنتس هي الاكتين والمايوسين، ثيك يبقى مايوسين وثين يبقى اكتين. في حاجه بقى اسمها ترايات سيستم علشان لما تقراها تبقى فاهمها. ادي لو اعتبرنا ان ده الساركو لما او السلمبرين بتاع الليفه العضليه، عند الاي اي جانكشن يعني عند منطقه الاتصال ما بين الباند الغامقه والباند الفاتحه، تمام، بلاقي فيه ان الساركو لما ده بينزل كده جوه الساركوبلازم، يحصل له انفاجينيشن عشان يعمل لي زي انبوبه تيوبيول، وبما ان هي مسلمه لي الساركوليما من بره تعمل لي زي حرف التي، فبسميها تي تيوبيول، بسميها تي كانها حرف التي كده، تي تيوبيول دي بتنزل كده يحصل لها انفاجينيشن جوه الساركوبلازم، تمام تمام. وعلى الناحيتين تلاقي الساركوبلازميك ريتيكولم اللي هي الاس اي ار تبقى فيري ويل ديفلوبد، وبيحصل لها دايلاتيشن عشان تديني حاجه اسمها سيسترنا، حاجه اسمها ايه سيسترنا او تيرمينال سيسترنا، على الناحيتين بتاعه التي تيوبيول، من الناحيه دي ومن الناحيه دي، بالتالي اصبح ده اسمه تراياد سيستم، يعني السيستم الثلاثي، ثلاثي عباره عن ايه، في المنتصف عباره عن التي تيوبيول اللي هي انفاجينيشن من الساركوليما جوه الساركوبلازم، وعلى الناحيتين بيبقى فيه دايليتد تيرمينال بارت من الساركوبلازميك ريتيكولا. ايه اهميه السيستم ده؟ قالك ان لما يحصل فيه انفجينيشن للساركوليما جوه الساركوبلازم ده النيرف امبلس توصل اسرع، بدل ما تبقى لسه بره على السيرفس من بره، على ما توصل جوه للساركوبلازميك ريتيكولا ممكن تاخد وقت، فهو بينزل لها بنفسه يحصل له انفجينيشن جوه الساركوبلازم، فالنبضة العصبية توصل أسرع للساركوبلازميك ريتيكولم. احنا عارفين ان في وظيفة مهمة جدا للساركوبلازميك ريتيكولم جوه العضلات اللي هي بتاكت از كالسيوم بامب، دي اللي بتطلع لي الكالسيوم عشان يحصل كونتراكشن، فبالتالي لما بتوصل النبضة العصبية أسرع بتطلع كالسيوم أسرع، بالتالي هيحصل كونتراكشن بسهولة أكتر، تمام. يبقى دي اسمه ترياد سيستم، ترياد سيستم ده بيبقى موجود فين، مكانه فين؟ ده موجود في السكيليتال ماسل، فين بالظبط؟ عند الاي اي جانكشن، مكان اتصال الاي باند اللي هي لونها غامق مع الاي باند اللي هي بيبقى لونها فاتح، تمام. يبقى ده اسمه ترياد سيستم. دي صوره تانية اهي بتوضح لنا اكتر، هي عند الجانكشن بتاع ال A باند الغامقة مع الاي باند الفاتحة، بلاقي حصل فيه انفاجينيشن للساركوليما لتحت اهو، وحصل فيه دايلاتيشن للساركوبلازميك ريتيكولم على الناحيتين عشان تديني الترايات سيستم، ده او ده او ده او ده، تمام كده. قلنا ايه اهميته عشان يحصل فيه كوندكشن اسرع للنبضة العصبية. ايه الستلايت سيلز دي؟ احنا لو حصل فيه قطع في العضلات او حصل فيه مشكلة في الليفة العضلية هيحصل لها ريجينيريشن ازاي؟ بيبقى فيه خلية اسمها ساتلايت سيل بتبقى موجودة هنا عند البيز بتاع الليفة العضلية نفسها، ما بين الساركوليما وما بين البيزال لامينا اللي هو بمثابة البيزمنت ميمبرين، بتبقى موجودة هنا الخلية ما بين الساركوليما بتاع الليفة العضلية دي وما بين البيزال لامينا، البيز اللامينا اللي هي داير ما يدور دي، وادي الساركوليما اللي هو السلمبرين بتاع الليفه العضليه، فين الخليه اسمها ساتلايت سيل، دي بيحصل منها ريجينيريشن للسكيليتال ماسل.
في عندي انواع، ثلاث انواع من السكيليتال ماسل فايبرز، الالياف العضليه دي نفسها بيبقى في منها انواع، يعني الالياف العضليه دي التركيب بتاعها مش واحد، بيبقوا مختلفين، فبالتالي بيديني ثلاث انواع. في عندي ريد فايبرز وفي وايت فايبرز وفي انترميديت فايبرز. نشوف الفروق بينهم. الريد فايبرز لها اسم تاني اسمها سلوت بيتش فايبرز، بتنقبض ببطء شويه. الفرق ما بينهم ايه؟ الديامتر بتاع الريد ماسل فايبرز بيبقى سمول، صغيره، الحجم بتاعها صغير، على عكس الوايت فايبرز بتبقى حجمها كبير. الميتوكوندريا في الريد فايبرز بتبقى كبيره كتير، عددها كتير، لكن في الوايت فايبرز بتبقى قليله. المايوجلوبين عشان هي ريد، هي اصلا ريد ليه؟ لان هي مليانه مايوجلوبين. المايوجلوبين ده بالظبط كده بيساوي الهيموجلوبين في البلد، ده المكان اللي بيغذي لي العضله بالاكسجين، مكان الاستورج بتاع الاكسجين. بيجمنت اسمها مايوجلوبين بتبقى كتير جدا في الريد فايبرز، بيبقى عددها اقل في الوايت فايبرز، ومن هنا اصلا جاء اللون بتاعها او الاسم بتاعها ان دي ريد وان دي وايت. الجلايكوجين طبعا موجود في الاثنين، لكن هنا بيبقى اقل هنا بيبقى اكتر. تمام. البلاد سبلاي دي طبعا مليانه بلاد سبلاي، دي كان بتيجي بور، وده برده من الاسباب اللي بتسميه دي ريد فايبرز وده بيسميه وايت فايبرز. الكونتراكشن لونج سلو بس دونت فاتيج ايزلي، يعني دي بتنقبض ببطء بس ممكن تستمر فتره طويله، ببطء صحيح تنقبض ببطء لكن تستمر فتره طويله، علشان كده ما بيحصل لهاش فتيج بسهوله. دي بتنقبض انقباض سريع لكن بيحصل لها وقوي، لكن بسرعه ما يحصل لها فتيج ويتوقف عن الكونتراكشن. طبعا بتعتمد دي الريد فايبرز بصوره اساسيه على الايروبيك اوكسيديشن، يعني وجود الاكسجين، والدليل على كده وجود المايوجلوبين اللي بنمدها بالاكسجين، لكن هنا بتعتمد على الانيروبيك جلايكوليسيس، عشان كده هي بيبقى فيها جلايكوجين كتير جدا. الاكزامبلز بقى موجوده فين الريد فايبرز دي؟ موجوده في الليمب ماسلز. تمام، زي ما اتفقنا انت ممكن تفضل واقف فتره طويله جدا، تمام، من غير ما يحصل لك فتيج، فبالظبط كده الكونتراكشن بتاعها بيبقى لونج سلو بس دونت فاتيج. ده موجود في الاكسترا اوكلر ماسل والماسلز بتاعت الديجيتس، انت ممكن تكتب بسرعه جدا لكن شويه وهتلاقي نفسك تعبت مش قادر تكمل. تمام، يبقى ده اللي بيفسر لك يعني ايه ليه كل ماسل بتختلف في فتره الانقباض بتاعها من الثانيه من واحده للثانيه. يبقى تاني انا عندي فيه ثلاث انواع من الماسل فايبرز، ريد فايبرز ووايت فايبرز وانترميديت فايبرز. طبعا الانترميديت هيبقى انترميديت ما بينهم في كل حاجه، بالديامتر وكمية الميتوكوندريا والمايوجلوبين وهكذا. تمام، فهمنا ايه الفرق بين الريد فايبرز والوايت فايبرز. الاول احنا سميناها ريد ليه؟ لانها مليانة مايوجلوبين ومليانة وفيري ريتش بالبلاد سبلاي، بالتالي بيديها اللون الاحمر. دي زي اللي موجودة فين؟ زي اللي موجودة في الليمب ماسلز، دي بتنقبض ببطء لكن ممكن الانقباض بتاعها يستمر فترة طويلة جدا ومبيحصلهاش فتيج بسهولة. تمام، لانها تعتمد على الايروبيك اوكسيديشن اللي موجود او بيجي لها عن طريق المايوجلوبين وعن طريق البلاد.